من جانبه قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط إن الندوة تستقطب صفوة من العلماء والمفكرين والكتاب من العالم الإسلامي باعتبارها إحدى وسائل استثمار الحج بما ينفع المسلمين في الدنيا. إن وزارة الحج والعمرة دابت على عقد ندوة الحج الكبرى في مستهل الشهر شهر ذي الحجة من كل عام، حيث يلتقي فيه صفوة من العلماء والمفكرين والكتاب من العالم الإسلامي باعتبارها إحدى وسائل استثمار الحج فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم. ولذا فإننا نأمل عبر هذا الجمع المبارك أن نخرج بنتائج علمية واقعية ومنهجية يستفاد منها في أعمال الحج في هذا العام وفي السنوات القادمة.